السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواني؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال. معاكم احمد السيد من قناة كانون بالعربي، وحلقتنا النهاردة هنعمل فيها صيانة من برمجة الطبعة في جميع طبعات الجي 2411 والجي 3411 والجي 3410. فتابعوني. اهلا وسهلا بكم اخواني. عايزين نصين الطبعه دي من خلال البرمجه الخاصه بالطبعه اللي موجوده في الشاشه، مع العلم ان الخطوات دي كلها مطابقه لجميع الطبعات الجي اللي فيها النظام ده، اللي فيها نظام المفك دوت والزراديه، وفيها نظام الزرار بتاع التزويد اللي هو الزائد، وفي نفس يعني التكنولوجيا ديت اللي هي بالاخص جي 2411 وجي 3411 وجي 3410. فان شاء الله الفيديو ينال عجبكم. اول حاجه ده زرار المنيو او البرمجه عامه، بنضغط ضغطه واحده، بمجرد نضغط عليه ضغطه واحده بيجي الزرار هنا اهو، الزرار علامته بس الزرار هنا، فمعاك من 1 لحد 20 او لحد 19. طب بتزوده ازاي؟ بتزوده عن طريق الزرار الزائد. يعني انت بمجرد ضغط زرار الصيانه هنا، ورقم 1 ده برنامج، رقم 2 برنامج تاني، رقم 3 برنامج تالت، ولحد 18. فاحنا النهارده هنعرف كل رقم مهم بيعمل ايه. مش هنشرح كل ال 18 برنامج، هنشرح الحاجات المهمه اللي انت تقدر تصين بيها الطبعه بتاعتك. فاول حاجه هنيجي معاها هي رقم 1. ايه رقم 1 ده؟ مجرد ان تضغط على زرار المنيو ثم تصوير بلاك او كلر، ده او ده عادي، نضغط على البلاك بنلاقي عملت علامه اللودنج وبتسحب ورقه، وديت معناها الورقه اللي هتطلع دي فيها عدد الطبعه تمام، وفيها جوده الالوان بتاع الطبعه. لو بصينا كده عدد الطبعه بيبقى تحت هنا، ده العدد توتال اللي طبعتي بيه كام ورقه وصورتي بيه كام ورقه، وعندك جوده الالوان، الاسود كده ممتاز جدا جدا والالوان ممتازه. لو في اي مشكله ففي لون مش هيظهر او هيظهر مقطع، فكده هتحتاج صيانه. وده كان معانا رقم 1 اول برنامج. اما بقى لو ضغطت على زرار الصيانه ثم زودت، عشان نعرف رقم 2 ده ايه، فرقم 2 ده، رقم 2 ده بيبقى كليننج اللي هو تنظيف، بس بيبقى تنظيف بسيط. العمليه دي ما بتكملش يعني 30 ثانيه، ومجرد ان يبقى 1 يبقى التنظيف خلصت. ودي بتعملها مره مرتين ثلاث مرات بكتير لو جوده الالوان ما ظبطتش معاك. في حال ان هي عملت التنظيف دي مره او مرتين او ثلاثه، ما تكترش عن كده عشان ما تدخلكش في عطل 5B00. ما ظبطتش معاك بتوديها الصيانه بتشوف ايه المشكله اللي فيها. ثم بعد ما تخلص رقم 2 دي بتعمل التيست اللي هو رقم 1، ظبطت معاك الالوان كويس، ما ظبطتش معاك بتحتاج للصيانه، لان اكيد كان في مشكله في الطبعه او متعلقه بالطبعه. وزي ما انتم شايفين ادي رقم 2 خلصت لحد ما عملت 1، يعني ريدي. يلا بينا نروح لرقم 3. هنضغط على زر المنيو ثم 1 2، بقت 3 اهيت زي ما انتم شايفين، ونعمل التصوير. دي ايه دي بقى؟ دي اسمها ديب كليننج، يعني تنظيف مكثف. دي انصحك انها تعملها مره مرتين وما كترش، ان هي بتسحب ما يقارب 5% من الحبر، وبتنظف الهدات وبتشغل الهدات بكثافه عاليه. طب تنصحنا نعملها امتى؟ لو انت ركنت الطبعه شهر وما فوق، يعني من شهر لشهرين 3 شهور، وحبيت تشغل الطبعه هتلاقي اللي جوده الطباعه وحشه جدا وبتقطع، فانت هتعمل ديب كليننج مره ومرتين او مرتين بالكتير، ما ظبطتش معاك بتوديها الصيانه. اهم حاجه بعد الديب كليننج او بعد الديكليننج لازم جوده الصوره تظهر بالطريقه دي. لو ظهر، لو عملت 2 او 3، يعني لو عملت كليننج او ديب كليننج وظهرت معاك ديت كويس كده، يبقى هتطبع معاك كويس. ما ظهرتش بالمنظر ده يبقى لازم توديها الصيانه عشان في مشكله عندك في رؤوس الطباعه. وبرضك بننتظر لحد ما دي تثبت عليها رقم 1، معناه ان جاهزه للطباعه والعمليه خلصت. العمليه دي بتاخد لها ما يقارب 3 دقائق. ودلوقتي خلصنا رقم 3، يلا بينا نروح رقم 4. عن ان رقم 4 مش مهم قوي، هنعمل هنا صيانه ونعمل لحد ما تيجي 4. هيحصل ايه؟ تك التصوير. التصوير ده عامه كانه اوكي، في الطباعه دي كانه اوكي. منتظرين هيحصل ايه. الطبعه هيتعمل لها اتوقع اوتو سليب، اللي هي هتطفيها زي مؤقت كده.
اهي الطبعه اتطفت. طب حصل لها ايه؟ انت عملت لها اوتو سليب، بمجرد ان هي تاخد اي اوردر هتولع لوحدها من غير اي مشاكل، من غير يعني ما تولعها وتعمل اعدادات وتقعد تسخن، لا هتولع على طول زي ما انتم شايفين اهيت، مش هتحتاج تسخين اللي هي الدقيقة بسخنها كل مرة، هتعمل واحد على طول. اهي عملت ريدي على طول بدون ما تسخن ولا اي حاجة. اما بقى رقم 5 اللي احنا نعمله ديت، فدي بتعمل زي محاذاة للسكانر، يعني حاجة ملهاش اي لازمة اللي احنا نعرفها، هي بس يعني هتضيع وقتك وفي نفس الوقت يعني هتسحب حبر شوية عشان تحط الورق في السكانر هنا وتضيع وقتك شويه من غير يعني حاجه مش خاصه صيانه قوي يعني. اما بقى رقم 6 فهي هي زي الرقم 5، يعني حاجه بتعمل محاذاه للاسكانر، مش هتفيدك قوي في الصيانه، هي ما هو اهم حاجه 1 و2 و3، ولسه باقي الفيديو فيه كذا حاجه مهمين جدا في الطبعه. اما بقى رقم 7 اللي هتيجي معانا دلوقتي، فرقم 7 دي هتعمل محاذاه لراس الطبعه فقط، يعني هتطول في المهمه وانا مش هطول الفيديو عليكم، وهي يعني حاجه مش مهمه قوي غير بس لراس الطبعه عايز يعمل لها محاذاه فقط، بتضغط على خليها 7 وتعمل التصوير، بتستنى الورق اللي تتسحب من هنا وتطلع لك المحاذاه بتاعتها، بس هتطول معاك شويه. اما بقى رقم 8 اللي زي ما انتم شايفين ديت، رقم 8 ديت هتنضف لك بكر الخروج وبكر السحب اللي جوه وجميع البكر اللي موجود في الطبعه. طب نعمل ازاي؟ هتحط اهم حاجه 3 ورقات هنا زي ما انتم شايفين، تتاكد ان في 3 ورقات عشان هتسحب 3 ورقات ورا بعض وتعمل تصوير. انتوا شايفين اهيت؟ اهي ادي الورقه، اديني ورقه زي ما انتوا شايفين، وهكذا تقعد تكررها لحد ما تنضف وحده البكر السحب اللي موجود في جميع الطبعه، من جميع الرولات اللي موجوده في الطبعه. وده كان معانا رقم 8. اما بقى رقم 9 اللي هتكون معانا المره اللي جايه، فديت معناها ان هي هتنضف البكر بس تنظيف مكثف. طب ازاي؟ هنضغط نجيب 9 ونضغط تصوير. طب هتعمل ايه؟ تابعوا معايا كده، هتعمل ايه؟ اهي نفتح افضل نشوفها، وهكذا بتقعد تنضف بكر الخروج والرولات اللي موجوده جوه، اللي هو البكر دوت والبكر تحت والبكر ده واللي تحت البكر، كل ده بتنضفه. طب نشوفوها تاني عشان ما خدناش بالنا منها اهيت، ثم 9 ثم تصوير. بتنضف جميع البكر اللي موجود جوه لو في اتربه او اوسخ. وده كان رقم 9. ودلوقتي جه معانا مع الاعداد الثانيه، هنضغط هنا ثم نجيب ال 10 بقت 10 ثم تعمل تصوير. طب دي معناها ايه؟ دي بتعمل فلاش كليننج، فلاش انك للاحبار، يعني انت لو الخراطيم عندك عامله كده زي ما احنا كنا شارحين قبل كده على الموضوع دوت، عامل لكم فيديو لوحده، بتخلي الاحبار كلها اهي كانت بيضه بقت ترجع تمشي جوه الاحبار عشان تطبع معاك، عشان ممكن الاحبار دي تكون قطعه في لون معين او الاسود او بتنزل ورقه بيضه، دي بسبب الركنه او بسبب ان انت فتحت فتحات التهويه بتاعت الهيدز وبتستنى لحد ما الالوان دي كلها بتكمل. ودي اللي هي بنضغط على المفك والزرادية مع بعض ثم بنزود لحد ما يجي على الشاشة رقم 10 ونتك تصوير اسود او ملون، دي او دي عادي الاتنين واحد في نفس العملية. زي ما انتم شايفين الاسود راجع، ناقص 3 الوان اهوت الاصفر بدأ يتحرك شوية والاحمر والازرق، الازرق اهو رجع مكانه، وعندك الاحمر هو كمان راجع مكانه، وعندك كمان الاصفر رايح في مكان بتاع الهيد. ودي كانت رقم 10 بتاعتنا، والعمليه دي بتقعد معاك ما يقارب ما بين 3 ل 4 ل 5 دقائق، يعني ما هتطول لحد ما العلامه بتاعت رقم 1 دي تظهر على الشاشه.
ولازم تبقوا عارفين ان رقم 10 ديت ما تكترش منها العمليه دي بالذات، عشان هتخلص لك الحبر في 5 مرات وهتدخل لك في عطل ال 5B00 او ال B07. فانا ما انصحكش تعملها كتير، هي مره واحده بس، يعني مره واحده كل فتره كبيره جدا، عشان هي بتاخد ما يقارب ما بين 15 ل 20% من الخزان، من يعني من كل خزان في لون. يعني لو كل الاصفر بياخد 15% والازرق 15% والاسود 15% والاحمر 15%، فلو انت عملتها 5 6 مرات هتلاقي الحبر كله طار. فبنصحكش ان انت تعملها اكتر من مره، هي مره واحده بس والطبعه هتظبط معاك. ودلوقتي احنا بننتظر ان هي تقف تعمل ليها ريدي رقم 1، العمليه يبقى انتهت. وزي ما انتم شايفين اول ما توقف رقم 1 معناها العمليه بتاعت 10 دي انتهت. وبكده تقدر تصور ونشيك على الخراطيم بتاعتنا، هتلاقي الخراطيم كلها مليانه حبر، كده معناها ان هي الخراطيم ناقصه حبر وعايز تظبط. ودي كانت رقم 10 معانا. ودلوقتي جه ميعادنا مع اخر حاجه وهي رقم 17، ودي تعتبر اهم حاجه ومسببه مشاكل لناس كتير قوي. ايه رقم 17 دوت؟ لما تعمل زرار الصيانه ثم تختار 17 اهيت وتعمل تصوير، ايه اللي هيحصل لي؟ طبعا عندك هنا المشكله كلها ان في ناس بتصوروا بتعمل يعني بتصور مسندات، المشكله ان هي بتحصل اخر 2 سم او اخر 3 سم ما بيطلعش. ممكن اخر 3 سم ده يبقى بقيت برواز في ورقه، او ممكن اخر 3 سم دوت بيكون حاجه مهمه تحت في ورقه، او ممكن يكون اخر 3 سم دوت بقيت صوره. فبمجرد ان هي تصورها بتقف لحد كلمه ليتر. اول ما تعمل صيانه و17 وتصوير الاسكانر هيتحرك شويه وهيثبت ان هو كل مره يصور لحد الافور، يعني بدل ما يقف هنا هيقف هنا. واتوقع ان عملت فيديو دوت قريب جدا ورفعته بالمشكله دي. ومجرد ان تقف على 1 يبقى العمليه كده انتهت. وده كان حلقه النهارده، وان شاء الله تكون نالت اعجابكم. اتمنى ان الموضوع يكون نال اعجابكم. مستني اي استفسار ليكم بخصوص طبعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.